هنا لازم يعني لازم تؤيدهم على هذه الأشياء، يعني خصوصا الشواذ وهذه الأمور، لازم تؤيدهم، لازم يعني إذا كنت لا تريده سوف تؤيدهم يوم من الأيام. هنا المعيشة في الغرب لم تعد معيشة كالسابق، يعني الأمر أشد. لما أقول لإخواتي، أنا أسرد لهم يعني خبرتي، ليس أجهر بالمعصية أو شيء، لكن أسرد الخبرة، لأن أي ناس يريد أن يذهب إلى أوروبا أقول لهم ابقوا في مكانكم، والدين أحسن من أي شيء، لأنه هنا سوف تفقد كل شيء. السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ استكمالا لعرض التجارب القاسيه اللي بيعيشوها اخواننا العرب في اوروبا، واللي هي بتعتبر طبعا زي ما انتم عارفين نصيحه لكل واحد بيفضل ان هو يهاجر لاوروبا. التجارب دي يا جماعه بتكون نصيحه ليك عشان تاخدها كعبره ليك. النهارده جايب لكم تجربه للاسف قاسيه لاخ جزائري عاشها في بريطانيا، بلد احلام طبعا اللي كل الناس بتفكر الهجره ليها. اخونا الجزائري ده ما كانش حاسس باي طعم للحياه مع انه في بريطانيا، سبحان الله بيحس بروحه بترد ليه لما بينزل الجزائر، مع انه لما حصل على الجنسيه فرح جدا، بس مع الوقت بدا يحس ان هو مش انسان، بدا يحس ان هو اله. تجربه قاسيه شويه للاخ الجزائري، وان شاء الله تكون عبره لكل الناس اللي بيفكروا الهجره لاوروبا وبالاخص بريطانيا. مش محتاج طبعا افكرك ان اللايك اللي هتدوس دلوقتي ان شاء الله، والشير، وكمان تفعيل الجرس بيدعم الناس دي اكتر، لانك بتوصل صوتهم لكل الناس وكمان بتنشر المعلومة لكل الناس، ده زائد طبعا ان انت بتدعم القناة بتاعتنا. انتظروني. ككوني يعني إن شاء الله سوف أعود إلى الجزائر عن قريب، وحبيت يعني أن نوصل واحد الفكرة للناس الذي سوف أو نوت العودة إلى بلدانها، أنهم سوف يفتنون. لأنه أنا بالنسبة لي بدأت ملامح الفتنة، فأنا أراها ومن أقرب الناس إلي. يعني لما نويت أن أذهب إلى الجزائر، ويعني بصفتي عشت في ديار الغربة لمدة 11 سنة، ونويت يعني هجرة في سبيل الله، بدأت ملامح الفتنة، والحمد لله أنا أعلم سوف أفتن، يعني فتنة دنيوية ليس بفتنة دينية. ومن أقرب الناس إلي يعني سوف أقول لك، يعني لما لأنه بصفتي ذاهب إلى الجزائر، ليس لدي أي مكان أن أذهب إليه، يعني أحد من الأقارب وهو أخي يعني لا يريدني أن أذهب، فهذه سوف تحفزني، لأني لا أفتن في ديني. الدين لما تفتن في دينك يعني هذا أشد، وربي سبحانه قال لك في الكتاب الكريم، قال لك بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني ربي سبحانه سوف يختبرك. يعني أنا أعلم، أنا الآن لدي سيارة، لدي عمل جدا، وأتقاضى حوالي 900 يعني باوند في الأسبوع، وأخذ منها يعني بعد الضرائب حوالي 750، لكن سوف أذهب، لأني هنا المعيشة في الغرب لم تعد معيشة كالسابق، يعني الأمر أشد. لما تذهب إلى الشارع أو إلى أي مكان ترى يعني أناس بشر آخرون ليس كمثلنا، الفطرة لا توجد فطرة هنا، قضوا على كل شيء. وكان واحد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وأنا والله العلي العظيم لم أكن أسمعه من قبل، ولما سمعته والله العظيم لارتجفت وخفت في ذاتي، والله العظيم ارتجفت، لأنه يعني المعنى بريء، هذه أمر قاسني يعني داخليا. يعني أنا بصفتي مسلم يعني جي نهار وين سوف أموت، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ مني يوم القيامة، أين أذهب؟ أين المفر؟ أنا الحمد لله، شوف الحمد لله الذي بصرني بشيء لم أكن أعلمه،
وسوف يعني أتوب إلى الله، لأنه أشياء لم أكن أدري بها. أنا لما أتيت إلى أوروبا كان في عمري 28 سنة، والآن يعني قريبا 40 سنة، والحمد لله. إن شاء الله ربي يكبرنا على الدين والطاعة. تعلمت أشياء كثيرة، وأنا أقول يعني أقول للناس الذي سوف يعودون أو ينوون العودة، يا أخي دير النية في راسك، وانوي واذهب، وسوف تفتن من أقرب الناس إليك، وإن شاء الله ربي يفتح عن جميع المسلمين. ولم يقل الجلوس هنا في الغربة. الشخص إذا كان شخص مع عائلة أو وحده ما كاش هنا حياة، لأنه إلا الكآبة وإلا يعني العمل كالعبيد، فتعمل 12 ساعة، تجلس يعني ساعة تذهب لتنام. أي أكل نأكل؟ نأكل أكل ليس له طعم، ليس له رائحة. لما أذهب إلى الجزائر أشم الجزر، هنا لا يوجد كل شيء، يعني أسرع لنباته، يعني لا ينبت يعني في تربة أو في أي، كل شيء يشرعون لنباته لبيعه، والأمور دنيوية هنا، يرونك إلا نقود. خصوصا نحن شوف، أقول لك، لما أتيت كان في عمري 28 سنة كنت أخجل من أشياء أراها في التلفاز، لكن الآن أراها أشياء يعني طبيعية، تعدد في الشوارع، تعدد فيها في التلفاز. يعني مع الأول لما أتيت 28 سنة كنت نحشم يعني الحياة، أحشم. الآن شيء عادي، أنا ما لم أفهم هذا الشيء. إن شاء الله لما أذهب إلى الجزائر أجدد الحشمة. لما أقول لإخواتي، أنا أسرد لهم يعني خبرتي، ليس أجهر بالمعصية أو شيء، لكن أسرد الخبرة، لأن أي ناس يريد أن يذهب إلى أوروبا أقول لهم ابقوا في مكانكم، والدين أحسن من أي شيء، لأنه هنا سوف تفقد كل شيء. والحمد لله أنا أصلي، لكن ليس بتلك الصلاة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الأحيان يعني تجمع الصلوات، أي صلاة أصليها؟ والله العلي العظيم غير القلب حزين، وأنا خائف إذا أموت قبل أن أذهب إلى الجزائر. وكما يقول لك أعتمر وأتوب إلى الله. أنا قالوا لي يعني العائلة تاعي اذهب إلى بلد آخر، قلت لهم الذي يقول لي اذهب إلى بلد آخر لا تأتي، لا تكلموني بتاتا، أنا لا أريد أن أسمع هذه الأشياء، إنها شخصيتي، إنه قراري، وأنا الحمد لله يعني عازم وأتوكل على الله عزم. وإن شاء الله أنا على يقين أنا سوف ربي يفتح علي من حيث لا أحتسب، لأنه أنا هارب بالدين تاعي. هنا لازم يعني لازم تؤيدهم على هذه الأشياء، يعني خصوصا الشواذ وهذه الأمور، لازم تؤيدهم، لازم يعني إذا كنت لا تريده سوف تؤيدهم يوم من الأيام. وأنا أخاف على ديني وأخاف على نفسي من نار يوم القيامة. أنا لا أرضي أي شخص، أرضي إلا الله عز وجل، والحمد لله الذي يعني وعاني في هذه الأشياء. وأنا أدعو جميع المسلمين يتكاتفوا، وإن شاء الله ربي يفتح على جميع المسلمين. والله العلي العظيم غير لا يوجد حياة هنا، وأقول لك قليل، الله سبحانه عز وجل لما شخص يعني يعي بالمعيشة في الغرب سوف يعطيه أشياء سوف يكرهها كرها شديدا. أنا لما أعطوني الفيزا في 2012 فرحت فرحا كثيرا، وكنت أبكي وقلت سوف أذهب إلى أوروبا وسوف أعمل وسوف أعيش وخلاص، يعني حياة الفقر وكما يقول لك الحياة البؤس سوف تذهب. لكن والله العلي العظيم مع مرور الأيام سوف تحس باللي هذه الحياة ماشي لينا، ليس لنا. أنا رمضان أتمنى، أدعو إلى الله عز وجل أن أذهب قبل بدء رمضان، لأنه أنا لم أصلي التراويح لمدة طويلة جدا.
كاين تراويح هنا، كاين جمعة، لكن لما تذهب إلى الجمعة هنا والله العظيم ما تستفادش من الدرس، لا تستفيد. والتراويح تذهب إلى التراويح، لكن يعني المقرئ أو يعني لا خشوع أخي مصطفى، ماشي كيما تكون في بلد مسلم، الناس قاعدتك على دين واحد، سوف تحس بهذاك. لا يوجد هنا طعم رمضان بتاتا، والله العظيم لا يوجد طعم رمضان، لا طعم العيد، لا طعم أي، يعني وين راني رايح أنا بعد حياتي؟ 40 سنة، تقريبا 40 سنة، يعني شحال راح نزيد نعيش؟ أتبع الفلوس، وش ندير بالفلوس؟ أنا كي يعني لا أذهب أصلي الفجر، لا أصلي التراويح، لا أصلي الجمعة، ماذا أفعل يعني بالأشياء المادية لما أموت؟